خذوا الحديث الذي يحفظه الجميع، يحفظه الجميع: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هنا تأملوا في هذا الحديث ودعونا نأخذه حتى نغتنم العمر. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يعلمنا أن لو فعلنا هذه الأمور الثلاثة فسنضيف أعمارا إلى أعمارنا،